من ساعة ما كرشت العريس ده وانا عقلي بيودي ويجيب، مش عارف اللي عملته ده صح ولا غلط. عايز اجوز بنتي جوازة ما تشقاش فيها، وفي نفس الوقت خايف يقولوا بتبغدد على ربنا. أمينة في ساعات بيبقى عندها حق، عايزة تفرح ببنتها، بس برضو أنا بنتي مش صندوق بنعتله وبنرموه على طول دراعنا، دي بنتي برضو بنتي وأنا خايف عليها. خايف تكون بتمايل بختها، مش كده؟ ده اللي مخليك حزين ومعجز روحك بالشكل ده يا راجل. هي نادية ما تستاهلش. لا، من ناحية تستاهل نادية تستاهل إنك تفكر في مستقبلها وتفني روحك عشان تسعدها. بس تفتكر رشيد إيه؟ هتقدر تعمل ده وأنت مهموم وحزين وظهرك محني؟ الخوف بيقطم الظهر يا رشيدي. الخوف عامل زي القرادة، لما بتمسك في بني آدم ما تسيبوش. مش عايزني أخاف؟ مش عايزني أخاف وأنا مش فاضل في عمري قبل اللي راح؟ عايز أفرح بالبنت وأسطرها، عايز أشوفها لابسة فستان فرح. كتير عليا. مش كتير ولا حاجة. قول لي رشيدي، هو أنت متجوز أختي بقالك قد إيه؟ وده وقته يا جمعة. يا عم قول لي بس، متجوزين بقالكوا كام سنة؟ فوق ال 30 سنة. يا لهوي، ده كتير قوي. طيب السنين الكتيرة واللي انتوا متجوزين بعض فيها دي، ما جيتش كده في يوم خفت تخش على مراتك وعيالك وانت ما فيش في ايدك لقمة ياكلوها، مع انك راجل ارزقي ورزقك على الله؟ ولا مرة. ربنا ما بينساش حد يا اخي، ما بيسيبش حد من غير عاشه. ادي انت قلتها بنفسك اهو، جبت الخلاصة يا رشيدي. ربنا ما بيسيبش حد يبات من غير عشاء. ربك سبحانه وتعالى يرزق النملة السودة الصغيرة دي في عز الليل الكحل، والجواز زي الأكل والشرب بالظبط، قدر اسمه نصيب. إن شاء الله ربنا هيبعت لنا دي اسمتها ونصيبها، بس أنت ابني أمرك على الله. ونعم بالله. لما قلت ونعم بالله بقى تروق. مش معقول هتفضل قاعد معايا كده طول الوقت ووشك مكرمش. معلش يا جماعه بتقل عليك، بس انت الوحيد اللي بقدر افضفض، وعارف انك هتفهمني. قابلتي وفضلت مستنيكي تعبريني ولا سالتي في امي؟ والنعمه ما كان معايا رصيد. طب قولي لي، السناره غمزت ولا لسه؟ طب قال لك ايه؟ طب انت قلتي له ايه؟ طب هو كان كلامه حلو وسيح ونايح كده؟ ايوه يا بنت، انتي عايزه ايه؟ مفيش، بشوفك كنتي مبسوطه معاه ولا لا، بس هو باين عليكي مبسوطه ونخشش في دماغك، يبقى هتقابليه تاني. طب قولي لي، كانت خروجه اردحي كده ولا جاب لك هديه؟ جاب لك هديه. قولي بقى، بطلي رخامه. اسكتي يا بنت، انتي مش عارف احكي لك حاجه دلوقتي وبعدين تسمعني. طب كلمك تاني. ما تقولي يا رخمه. جيتي بقى، بعت لي رسالة. وحشتيني قوي. ايوه، انا دخت خلاص، شنكلتي الموز يا بنت اللذينة. ايه براحتك. خل. صباح الخير يا دكتور. اهلا اهلا اهلا. ما بحلمش، ما بحلمش طول الليل يا دكتور. سلامتك يا حاج. كحه يا اخويا، كحه مش مخليني اعرف انام ولا دقيقه، وصداع في دماغي، شوكيش على طول. هنقيس الضغط دلوقتي. هات الضغط. الضغط ما بينزلش يا دكتور زي ما قلت لك. لا، هنقيس الضغط ونطمن حالا. ربنا يكفيك شر المرض يا اخويا. بسرعه. يا حاجه،
160 على 110، الضغط عالي شويه. شفت؟ معلش عايزك تستريحي كده وتهدي بالك وتهدي اعصابك عشان ده اللي بينزل الضغط. سامع يا امينه؟ انبسطي كده وفرفشي. هفرفش. جهزي الحاج يلا يلا. هفرفش قوي، هنبسط قوي. الفرح الظاهر ما بيحبناش. لا وولادي كمان. ما حدش فيهم يا اخويا مريحني. يا ستي هو ماله؟ ما توجعيش دماغه بقى. دكتور ده حبيبنا، مالكش انت فيه. لازم اقول له على كل حاجه. حسن ابني وناديه بنتي. ما حدش فيهم يا دكتور مريحني ابدا. اذا كان على المرض وهدد الحيل. خلاص انا اتعودت على كده طول عمري. انا وابوهم بنتعكز على بعض. وناديه بنتي يا دكتور. بنتي كل ما قلبها ينجح. انا قلبي بيتقطع عليها. نفسي افرح بيها. يقولوا لي هتتعب لما تتجوز. انا عارفه انها هتتعب. بس مش مشكله. افرح لها يومين وتمشي بقيه حياتها بتتعكز. انا راضيه. وربنا كبير. ولا حسن ابوه نفسه ومنى عينه وشوفه بيشتغل شغلانه حلوه زي البهوات اللي بيشوفها. كفايه ابوه ظهره اتطحن في المينا، مش عايزه هو كمان يبقى زيه. نفسي اقابل رب كريم وانا مطمنه على اولادي. شايفه كل واحد فيهم متجوز ومتهني بحياته وعيالهم بيجروا حواليا في البيت. لكن تقول ايه بقى؟ مين يسمع؟ لا ان شاء الله تبقي تمام يا حاج. يا رب. تكتب ليش ادويه كتير يا دكتور؟ حاضر حاضر. ما تكتبليش دواء شرب، ما بحبوش. ولا حقن. ولا حبوب امكن كمان. دي البوسه يا دكتور. حسين البنداري مبسوط منك قوي يا اكرم. والباشا اكتر. عمرو بيه، انا طبعا عارف ان مفيش اخطاء بتخرج من مكتب الباشا. بس انت متاكد ان اللي في الورق ده مظبوط؟ ماله؟ هو ايه اللي ماله؟ انا شايف في شركتين تانيين غيري في المرافق والانشاءات في مشروع البنداري. طب ودي ايه اللي فيها يا اكرم؟ فيها ان الاتفاق كان ان شركتي تتولى المرافق بالكامل من غير شركاء. عادي. والباشا غير الاتفاق لاعتبارات تخص سعادته. ثم يا سيدي يعني ما تدي فرصه للناس تشتغل. ايه؟ عاوز تكوش على بزنس المرافق كله لوحدك ولا ايه يا اكرم؟ إن شركتي تتولى المرافق ده مش مجرد بيزنس. ده مقابل اللي أنا عملته يا عمرو. ما هو اللي أنت عملته برضه يا أكرم هو اسمه بيزنس. آه بس اللي أنا أعرفه عن البيزنس إن البيزنس هات وخد، مش هات بس. غلط يا أكرم. البيزنس مع الباشا هات وخد بالنسبة لرغبة الباشا. واعتبارات اللي ما نقدرش نتدخل فيها. بيتهيألي أنا عملت اللي أمر بيه الباشا، عملت اللي عليا يعني. وخدت اللي يناسب رؤيته. عيب. أنت أكرم البدر بجلالة قدر. مش انت اللي هتناقش في قرارات الباشا اكرم، انت مش صغير. ما بلاش اللعبه دي معايا يا عمور. ما تاكلش معايا خالص. عمور عيب. مش اكرم البدري اللي يجادل في اوامر الباشا. امال اللي بتعمله ده اسمه ايه؟ هو ايه اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه المقابل اللي المفروض اخده قصاد الثمن اللي انا دفعته من سمعتي وكرامتي قدام الناس كلها؟ احنا الشعب المصري، الشعب العاطفي اللي بينسى. ثم يا سيدي عمر ما كان اللي بيتقال في الاعلام عن رجال الاعمال بيأثر عليه. واذا كان أثر بقى نعمل ايه؟ تبقى تتصرف يا اكرم زي ما قلت لك وانت مش صغير. صح. انا فعلا مش صغير. انا كنت بعد
بالعافيه بقى شويه، كنت تعبانه ورحت عند الدكتور، فمن كتر الكلام اللي انا قعدت اقوله له قعدت اشتكي له من ولادي، من حسن ابني اسم الله عليه الكبير. ربنا يخليك اسم الله عليه، ربنا يخليك يا رب. وعندي البنت ناجي عماله ادعي لها كل يوم والتاني، ربنا يعدلها لها بنت الحلال اللي هدي السر. جوزها بقى فلاتي وبتاع نسوان ويرجع البيت وش الصبح كل يوم. بس يا ودي قليل الربايه انت خرس خالص. ما تسكتي تعملي شويه، بقول لك يا حاجه معلش ما تخليني على جنب امي شويه. الله يكون في عونك يا اختي، ده باين عليه صايع. صايع ده ايه يا ابني صايع؟ وانا اعمل لك ايه؟ اللي تعملي لي ايه؟ انا اللي اقول على ابني ما تقوليش. خلاص قطعي لساني اللي يقول على ابني. خلاص يا حاجه خلاص يا حاجه خلاص يا حاجه خلاص يا امينه خلاص. ده النيله اللي انا فيها خلاص يا امينه. انا اقول زي ما انا خلاص. ما انت عماله تقولي زي الدكتور برضه. خلاص اليوم نشيل لي، بس هي مش عارفين ننشرهم ولا ننشفهم ازاي. ما خلاص بقى. جتك ايه يا حسن؟ ايه وقت جرايه ايه؟ مش الدكتور بتاعي ولازم اقول له على كل اللي واجعني في جسمي؟ يا ستي ده دكتور صدره بتاع كحه مش دكتور نفساني، بترخم عليه ايه؟ اه ادي انت قلت صدره، انا كان في كلمتين محشورين في صدري قلتهم له. جرى ايه يعني؟ سلامه صدرك يا امين. الله يسلم حبيبي يا حسن. انت وناديا نمني عينيا الاثنين ساعات كده، اقعد مع نفسي وافتكر ناديا وعيالها عمالين يجروا ويتنططوا حواليا، امي هتتعمل لنا الفطار. اقول لهم حاضر طبعا غصب عني وعن عين امي. اقوم الاقي خالك جمعه واقف في المطبخ عمال يقلي الطعميه. فاكر الطعميه السخنه بتاعت خالك؟ طعميه انا مش فاكر خالي نفسه. وابوك قاعد بقى في البلكونه كده وشه زي البدر المنور عمال يقرا قران ويختم، يقرا ويختم. وناديه بقى، ناديه كانت فين هنا؟ ما ندعي لها ربنا يوفقها في ابن الحلال يا رب. يا ابن حلال يا امينه، انت مش لسه مجوزاها ودول ولادك كانوا قاعدين بيتنططوا عليكي بيقولوا لك يا تيتا يا تيتا؟ يوه اه صحيح، يخيبني نسيت يا حسن. ناديه بقى قاعده في الصال بتذاكر للواد الكبير حسن، وعمال يناكف فيها وينقرها زي ما كنت بتناكف فيها وانت صغير بالظبط. انا ده انا غلبان، هو انت جبت غل حسن؟ خسيس يا مالا يا ناس حبيبه امك. الناس قاعدين، الناس قاعدين يبصوا علينا. طب يا حسن خلاص. وانا بقى انت كنت فين؟ انا في الحلم ده. انت بقى حبيب امك باشا نازل كده واخد البنت ورد في ايدها انكاشيه. واخدها ايه؟ انكاشيه. انكاشيه ماشي. ونازلين بقى تشتروا حاجات. كان القرش في ايدك ايه؟ وقرشك مش ليك ورزقك واسع. صح حلو حلو ده. وانا قاعده بقى بالبنت امينه عماله العبها مع العيال وخايفه عليها تقع ولا حاجه. امينه مين؟ امينه بنتي انا سميتها امينه. ها؟ مع البنت ورده كانت مصممه تسميها صفيه زي امها. انت بقى صممت قلت لها ابدا لازم اسميها امينه على اسم امي. صح صح عندك حق، بس بقول لك ايه؟ خلي بقى بالك الواد حسن ابن ناديه لو جه جنب البنت امينه خدها صوته ولا حاجه عليا الحرام لا افرم ناديه وجوزها البيت كله. انا بقول لك اهو. اسم الله عليك راجل يا اخويا، راجل طول عمرك ربنا يخليكوا ليا وما تحرم منكوا ابدا يا رب. خليك لينا. يلا بقى عشان احنا نازلين. يلا خويا. انا صايع. انا اعرف يا اخويا انا بقول لك انا صايع. صايع ده ايه؟ ده الصايع ده ابنك. روحي شوفي ما ربيتوش ولا ايه؟ أفرح لما أشوفك. ربنا يجيبك السلامة يا رب يا حبيبي. يلا بقى ما تمشي عشان تلاقي شغل. هو شغل هيطير يا حسن؟ حسن هتقعد هناك كام يوم؟ الله دي خمس مرات تساليني يا ورد. يا حسن هو انت جاوبتني يعني في الخمس مرات امتى هترجع؟ ريحني والنبي ربنا يطمن عليك. معرفش معرفش يا ست معرفش. هعرف اقول لك. ربنا معاك يا حسن يا رب. الله يخليك. هو عم جمعه ماله قافل كده ليه النهارده؟ انا مش عارف ماله.
المهم يعني قولي لي انت عايزه حاجه من مصر؟ اه عايزه ايه؟ عايزك تاخد بالك من نفسك تاني؟ دي 20 مره تقولها لي خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك يا ستي، خلي بالك يا حبيبتي، مش عايزه اي حاجه، خلي بالك من نفسك، ما تنزليش من البيت، مش هنزل، ما تتحركيش، مش هتحرك، القطر جاي يا حسن. طب يلا بقى امشي. لا ازاي امشي من غير ما تركب؟ خلي بالك من نفسك والنبي. ها ماشي. لا اله الا الله يا حسن، محمد رسول الله. يلا طير. معاك فلوس؟ اه معاك فلوس يا بنت؟ اه والله العظيم يا حسن. يلا امشي، عايز حاجه؟ سلام. يلا امشي. خلي بالك من الناس. انت كمان حركيش يا بنت، يلا امشي. حاضر يا عم. مش منك ابدا يا سي حسن، انا زعلانه قوي من الدنيا يا سي حسن، عمر ما فرحه ما كملت لي للاخر زي بقيه الخلق، طول عمري كان نفسي ابقى ام، كان نفسي اشيل حته عيل واربيه واديله الحنان اللي في الدنيا كلها، بس ما كنتش اعرف ان العيل ده هيبقى هو عذابي اللي متحاش له قدامي. معلش معلش يا شيخ، الدنيا تظبط ان شاء الله. مرعوبة من الأيام اللي جاية، مش عارفة هعرف أربي الولد ده، أشوفه راجل ولا لأ، خايفة منه لما يكبر ويسألني مين أبويا، ساعتها مش عارفة هرد عليه ولا ما ردش، ولو رديت هقول له مين أبويا، أنا خايفة قوي يا سي حسن. ما تخافيش يا جو، طول ما أنا جنبك مش عايزك تخافي، مش هسيبك خالص، ما تقلقيش. ربنا يخليك ليا يا سي حسن، أنا من غيرك كنت هتلطم قوي. ما تقلقيش، دلوقتي انت هتيجي تقعدي في بيت، بس اي حد يسالك انت قريبها، لحد بس كده ما تقولي لي وبتاع ونشوف لها صرفه بعد كده. هبقى اروح لاختي، بس انا يعني ما ينفعش اروح لها وانا بطني معبيه كده، لما اولد ابقى اروح لها واللي يجرى يجرى. سيبها على الله بس. التعب ده ايه؟ اول النجاح ولا اول سكه التراجع والياس؟ هتفضل تاجل في احلامك وتقعد جنبها تبص لها وانت مغمض وتقول يا الحياة هتبقى تحفة، بس من غير ما تتعب نفسك بالمحاولة، علشان انت بتترعب من الفشل، محدش هيستناك، يا تعدلها وتاخدها بايدك، اما تفضل قاعد لحد ما الدنيا كلها تعدي عليك. على فكرة أنا خلاص قربت أخلص الفصل التاني. اتفضل. ازيك يا وردة؟ الحمد لله تمام. مستعجلة كده ليه؟ أنا مش عايز أي أخطاء في الطباعة. يعني ممكن أعدي عليك كل يومين والتالت وأشوف لو في أخطاء ولا لأ. أه طبعًا، تتنور في أي وقت. شكراً. أه على فكرة الفصل التالت حلو قوي، أحلى بكتير من اللي قبله. على فكرة أنا ما أقصدش والله، أنا أقصد يعني أعزم معاك. أصل أنا أقصد يعني اللي فات كمان والله حلوة قوي، بس الفصل ده مش عارفة يعني رغم المأساة اللي فيها البطل، بس حاسة إن السطور كده بتضحك. أصل اليومين اللي فاتوا كانت نفسيتي كده مرتاحة ومبسوطة، وأظن إن ده أثر على كتابتي. طب حلو قوي، حلو كده إن أنت تكتب وأنت رايق، مش كده ولا ايه؟ انا من لما قلت اني عايز انشر الروايه دي وانا نفسيتي كده مرتاحه وبحس بحاجات ايجابيه، وعايز اطلب منك طلب. اتفضل. انا مش عايزك تطبعي الروايه دي، انا عايزك تقريها وتقري اي حاجه انا بكتبها، ممكن؟ انا اقراها؟ يعني انا اعرف ان انت تاخد راي حد مثقف
اديب زي حضرتك كده، لكن انا ده مثقفه بقى على كده وانا مش واخده بالي. طبعا انت مثقفه واهم من المثقفين والنقاد والكتاب. لا يعني انا اقصد انت الجمهور العادي، يعني انت المتلقي، يعني انت اللي يعني بيكون كده رايك عادي طبيعي بسيط حلو. بيهمني قوي رايك. يمكن عموما انا متشكر على اي حاجه، وحابه اعدي عليكي كل يومين واليومين. تعالى شوف. السلام عليكم. السلام. بضرب علي، بضرب علي. الله يبارك لك. اسكندريه. سلم عليك. هو ده البيت يا شو. ده حلو قوي. والناس دي كلهم حبايبي، اي حاجه تحتاجيها اطلبيها منهم على طول. ربنا يخليك يا سي حسن. تعالى اتفضل. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالي شو. السلام عليكم. تعالي. الله يا سي حسن دي جميلة قوي. ولسه شايفة بالبلكونة دي يا شو؟ أيوة. حاجة بقى ترد الروح. عارفة في الصيف باجي ترمي هنا كده، مش محتاج بقى مكيف ولا حاجة. هنا بقى الناس كلها حبايب، أي حاجة هتحتاجيها تنادي على أي حد، عم ناصر، عم فؤاد هناك أهو. الله. أنت حبيبي الناس كلها يا سي حسن. قعدتي كلها انا كنت بذاكر هنا زمان. ربنا يسعدك ويسترها معاك دنيا واخره يا سي حسن. محتاجه اي حاجه هنا؟ تعالي بقى اتفرج من جوه على البيت. ماشي. تعالي يا شوق اتفضلي. الله شرحه وبرحه وهواه يرد الروح يا سي حسن. شرحه وبرحه دي قد كده يا شوق. لا يا حبيبي ربنا يسعدك. تعالي ستي. بص ده المطبخ. الله. ثلاجه وبوتاجاز وفي كل حاجه. دي الصاله. دي الاوضه اللي هتنامي فيها شوق. الله حلو قوي. معلش بقى صغيره. صغيره ايه؟ ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يخليك. يلا ريحي انت وانا اروح مشوار ارجع لك تاني. ماشي يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. وانا عندي 16 سنه وانا بشتغل مع بابا في البيزنس. بدير بيزنس العيله كلها. بس ما كانش عندي وقت خالص. من الجامعه للمكتب ومن المكتب للجامعه. مشاكل بقى وبلاوي وحاجات تفجر النافوخ. كنت ما بصدق ان انا اخطف شويه وقت عشان اجي افضي فيه دماغي هنا في المكان ده. مكان حلو صح؟ وتفضيه ليه وتاخده بريفي؟ تشتريه احسن. ايه المتعه في ان البني ادم يشتري حاجه عشان يقعد فيها لوحده؟ بالعكس المتعه الصح بقى ان الواحد يتملك الحاجه وهي في ايدين اصحابها. بعدين انت مالك انت اعمل ايه ولا ما اعملش ايه؟ انت تقعدي ساكته وخلاص. حصل حاجه مع الباشا يا اكرم. ايه اللي يخليكي تقولي كده؟ عشان لو اي حد اقل منك كنت هتدوس عليه برجلك. كنت هفرمه. هفرمه كده تحت جزمتي. بس للاسف جايه من عند الباشا برضه. حسين البنداري راجل من رجالتنا يا اكرم. خده تحت جناحك. حاضر يا باشا تؤمر. محدش هيعمل المرافق والانشاءات غيرك انت يا اكرم. ده من افضل معاليك يا باشا. وبس
مش فاهمة يعني البنداري اداك اسفين؟ الباشا ما كفاهوش انه يركب واحد حقير زي البنداري ده على كتافي وعلى حساب اسمي وسمعتي، لا كمان بيغير اتفاقه وعاوز يركب ناس تانية عليا. تخيلي. طب لو مش عاجبك الموضوع مع الباشا اسحب ايدك خالص وما تزعلش نفسك. ازاي ما ازعلش نفسي؟ انا لازم ازعل نفسي واقهرها عشان افكر واحلها، ولما احلها افرح بنفسي. ولا ايه؟ حلو الابيض ده. باشمهندس عواد، ما ينفعش يا باشمهندس الطبطبه والجنتله اللي انت فيها مع العمال دي، احنا هنا في مصنع مش في كنترول روم. يا باشمهندس انا بتعامل بما يرضي الله، واي واحد من دول من سن والدي او على الاقل زي اخويا. لا يا اخويا، والدي والدك في البيت، احنا هنا في مصنع وسط عمال. الفن من دول لو ما حسش ان الرئيس بتاعه واقف على دماغه وبيديله على دماغه مش هيشتغل. ها؟ فاهم. كلامه واضح. فاهم يا ريس. اتفضل. ايه يا حسن؟ احنا مش قلنا الساعة 8 ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا باشمهندس، ما انت عارف بقى المشوار باجي من اسكندرية كل يوم. لا ما ينفعش، موضوع المواصلات ده تشوف لك حل فيه، الشغل ما فيهوش اعذار. طيب مخرات 24 الباشمهندسين عطلانين عليها. عايزك تاخد وقتك. أنا مش عايز أضغط عليك أول يوم، بس على شرط. تظبطها لي صح. حاضر باشمهندس. اتفضل ربنا معاك. السلام عليكم يا جماعه، انا عندي تليف في الرئه وعندي غرغرينه في الرجل ومفيش كرسي في المواصلات يا اخويا، مفيش ريف المواصلات ياخدني. يا عاطي انت العاطي يا رب ساعدوني يا ناس، مفيش سرير بأي مستشفى راضي ياخدني، عندي تليف في الرئة وعندي غرغرينة في الرجل، ساعدني يا ابني. سلامتك يا حاجة. عندك ايه؟ تليف في الرئة. دي كان ودي الرشوتة بتاعت الغرغرينة؟ لا دي أدوية تانية، أنا بجيب علاج ب 430 جنيه في الشهر يا أخويا وبجري على ثلاثة يتامى. ما فيش اي سرير في اي مستشفى راضي ياخدني يا اخويا. دي مش ادويه. انت طلعت دكتور ولا ايه؟ اه دكتور. النبي يا اسطى اديني الصليبه من عندك فك بيها الظرف. ليه يا اسطى وانت عدتك راحت فين؟ انا شغال بايه؟ يا عم ثواني وهرجعها لك. لا يا هندسه هنا مفيش الكلام ده، هنا كل واحد معاه عدته، عهد عليه، شوف مين اللي مؤاخذه سرح بعدتك وخدها منك. بقول لك ايه؟ دي ولا مسطره ولا برجل من بتوع التلامذه يا هندسه، هنا عهدتك رايحه من مرتبك. مرتب ايه بقى؟ هو مش هيعمل. خلاص يا جدعان، ما كل واحد يشوف شغله بقى على الصبح. مش الاستاذ حسن برضو؟ لا ايوه يا سيدي خير. لا مش خير يا عم، المكنه اللي انت نحرت قلبك عليها بضرف ومش عايزه تقوم، قلت اجي اقول لك قبل الرئيس ما ياخد باله ويعمل لك حكايه، انت شكلك غلبان. ماشي يا سيدي كتر الف خيرك، تعالى وريها لي. تعالى. ايوه يا استوار، مش ده الاستقبال، انا مكان قديم. لما تحب تضرب وفك وباسحب دي. صباح الفل. ماشي يا امان يابا. ماشي صباح الفل يابا. دراع العزم والنبي يا اسطى من عندك.
صبح. وقعني يا ولي يا ساتر. أنا جيت. أنت جيت؟ أهلاً 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 بالنسب اللي شرف. أنا جاي أصلحك يا عم مصلحي وجايب لك فاكهة أحلى من الأول عشان أعرف إن أنت ملك الفاكهة. فاكهة؟ إزيك يا عم معطي؟ وإزاي أمك الست الطيبة أم لسان طاهر وعفيف؟ ما خلاص بقى يا عم مصلحي، اللي فات مات وإحنا ولادي النهاردة. يا ريتك يا أخويا كنت مت واتدفنت معاه. أنا عارف إن الكلام ده من ورا قلبك، ومش هتقولي بقى خش جوه أقعد معانا يا جوز بنتي. جوز بنتي؟ وانت راجل غريب يا راجل عشان اقول لك اتفضل، وانت مش كنت هتتجوز وتقعد في البيت ده؟ ما هو ده العشم برضه، انا عارف ان انت بتشتري راجل. رايح فين يا تمت انت يا ساع يا بارد؟ يلا امشي من هنا، ده انا مفوق منك بشكل انت وامك. انا هفهمك بس يا عم مصلحي. مش عايز افهم منك اي حاجه، وعايزك كمان انك تفهم ان انا ما عنديش بنات للجواز، ولو حاولت انك انت تكلمها هوديك في 60 داهيه وابلغ عنك الحكومه واعمل لك محضر تعدي واخليهم يلبسوك الاساور يا حبيبي اللي انت لبستها قبل كده في ايدك. يلا امشي. سيبك بس، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. امي صدقني يلا امشي. انت وامك دي ست قلبها ابيض، لما هتعاشرها هتاخد على اباحتها ولسانها الطويل. كتك نكد انت وامك، مش عايز اشوفكوا. ما تمشي يا ابن الكلب، انت لسه واقف، انت لسه واقف. امشي يا عم مصلحي. انا قصد خير والنعمه. وهشيلها جوه عنايم اذا كانت يعني الدنيا ملطشه معايا اليومين دول، فمسيرها تتعدل يعني. انا ما اتمنيتش في الدنيا غيرك يا فاطمه، ازاي عليك النبي ما تحرمني منها. الدنيا غلباه والنعمه غلباه. بس جات المحطة بعد ما اتأكدت ان محدش لحقها ونطت ولا فان ديزل. طب ليه يا علي؟ ليه ما فضحتهاش؟ ما اعرفش، افتكرتك ساعتها يوم ما قلت لي الحب مش شبهك. تقصد ايه يا علي؟ من ساعة ما قلت لي الكلمة دي وانا عمال افكر انا شبه مين؟ لحد ما شفت الست دي هي اللي شبهي. أو شبهنا كلنا. احنا بننصب على الناس ولا ايه؟ لا لا لا، بس لابسين وشوش تانية غيرنا. أنا عامل فيها دكتور وأنا لا طايل الطب ولا المستشفى، وعامل فيها أديب شكلي فاشل ولا عارف أكتب أي حاجة حتى أنت يا دكتور. عامل فيها رخم بتتعالى على آلام الناس رغم إني متأكد إن قلبك طيب، من اللي جواك أحن بكتير من اللي عايز تصدره للناس. كلنا لابسين وشوش تانية يا دكتور تخلينا مرتاحين من حقيقة فشلنا. أفضحها ليه يا دكتور وإحنا بنعمل زيها؟ سمين
الموضوع بسيط قوي، ركز معايا. هي الشمس بتطلع منين؟ من الشرق. حلو، يبقى اسمها ايه؟ الشرقيه. هايل. ولما الشمس بتطلع الصبح العصافير بتصحى تعمل ايه؟ بتزقزق. هايل، يبقى العاصمه اسمها ايه بتاعت الشرقيه؟ لا زقازي. برافو. يلا بقى كمل اقرا كده. وحشتيني. وانت كمان وحشتينا بقى يا شعبان. مين؟ مش مهندس حسن منور؟ بقول لك ايه، قول لعم رضا يخف رجله، قلبنا بالقطر. حسن اهدى يا عم رضا شويه. يا عيون حسن. ايه حسن، خضتني. ده حقيقي ولا خضه؟ لا تحقيق طبعا. يا بنت انا هكلم مين؟ بكلم شعبان. عم رضا قلبنا بالقطر، مش فاهم ماله النهارده. حسن لو سمحت والنبي بلاش هزار في الحاجات دي، وما تقولش كده ابدا، بعد الشر عليك. انا بقى كنت عايز اسمع الكلمتين دول. طب طمني يا حسن بقى، عملت ايه؟ لما اجي احكي لك على كل حاجه. مفيش اي حاجه بقى كده لحد ما اوصل. ايوه كده ماشي. سلام. والله ما انت حلوه اهو.